ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير الجائزة 10 مليون روبية يا ماما، يعني هدول رح يشتروا 4 شحنات أكل. مو بس هيك، نحن قدرانين نشتري مطعم بهي المصاري، وحتى لو ما فزنا بس وقت الشحنة تبعنا رح تصير مشهورة كتير والناس بتعرفها. مهيت، أنا ما بعتقد إنك لازم تشارك بالمسابقات مرة تانية. لازم تحط ببالك إنه بس رجال الأعمال اللي بيقدروا إنهم يتحملوا كلفة المشاركة بمثل هيك مسابقات. يعني هلأ إذا نحن شاركنا فيها من وين بدنا نجيب كل هالمبلغ هاد؟ فهمت، بس مي هيك قالت لي إنه هي رح تساعدني والفكرة ممتازة. بس أنا قلت للمستثمرين إنك بالفريق منشان هيك هنن وافقوا، وإذا نحن فزنا رح نشتري مطعم جديد ونخلي موهيتي شاركنا بهذا الشغل. مي هيك شوريا، بس هاد الشي مانو صح. ليش مي هيك؟ ليش مانو صح؟ بفترة مرض أمي أنتي وقفتي جنبي لحتى يستمر الشغل، صح؟ واليوم وقت نحن صرنا هلأ بحاجتك أنتي عم ترفضي هذا الطلب؟ مهك هذا هو الغلط، أنتي لازم تقبلي وما تنسي أبداً إنه الشغل ملك إليك هلأ وهو باسمك أنتي. أنا بعرف شوريا إن المطعم باسمي، وبنفس الوقت انت عندك فكرة كيف هو وضعنا بالبيت. شوري عائلتي بحاجتي، كتير مهم بالنسبة لإلهم اني اعمل هذا الشي كرمال تزيد مبيعاتنا. ومهيت لازم هلأ يشتغل مشان مستقبل ابنه، لا تنسى هذا الشي، هو بحاجة لهذا المبلغ. ولهيك انا وعدت مهيت قبل ما تحكي معي. اختي، إذا ما شاركتي معنا أنت اليوم رح نقع بمشكلة كبيرة. أخي، وقت المستثمرين رح يلغوا كل شيء. أنت بنفسك اللي قلت لي إنه حلمة لمهك شحنت الأكل، هذا الحكي صحيح؟ وقلت بدك تحقق لها حلمة، صح؟ أنتوا الاثنين ليش ما بتقدروا تدعموني إلي كمان؟ مهيت، أنت ما فهمتنا. ليك بابا، انت قلت لي مره انه بدنا ندعمها مشان شاحنه الاكل، ومن وقتها لهلا انا ما قصرت معها بشي، بس ما حدا منكم عم يدعمني، ما حدا، وانتم بحياتكم ما خليتوني حقق طموحي ولا دعمتوني. نحن ما خليناك تحقق طموحك؟ ها جاوب، سمعاني شو عم بيقول. طول بالك، هو عم يحكي هيك من كتر ما انا عطيته وش. سمعني، نحن ناس ما في عندها طموح أبداً. هذا رد على كلامه إنه نحن وقفنا بوش طموحاته. ها؟ هيك لك. مهيت، تركيني. أنت شو اللي عم بتقوله؟ لو سمحت ما تكبر القصة وهي مانا مستاهلة، كل شي رح يتحسن كتير. بكرة بتشوف كيف الأمور رح تمشي ورح تصير أفضل كمان. بس هي مو مشكلتي يا سونال، كل هاد الحكي ماله معنى، ما رح أسمح إنه ابني ما يكون عنده مستقبل منيح مثل ما عمل أبي معي. مهيت خلص سونال، إذا كانت المصاري موجودة معناتها مستقبل خلص. ابني مهيت، زوق على حالك. مهيك، إذا ربحنا بالمسابقة أنت اللي رح تستفيدي،
رح تاخدي المصاري كلها إلك. طيب ماشي، إذا ما بيهموكي المصاري فيكي تعطيهم لموهيت. اسمعيني، صورتنا هي الوحيدة اللي بتهمنا هلأ وبس. إيه؟ فكري منيح، وقتهن رح يعرفوكي إنك الطباخة، رح تكون وصفاتك هي الأساس بالقائمة تبعنا. نحن رح نطبقها كلياتها نفسها، بس إذا أنتي مو معنا هيك رح نتدمر وقتها. فكري مهيك. مهيك كرمالي حكي له مهيت، هو رح يستفيد، خليه يفهم. ونحن بالأصل سجلنا لهيك مانا حلوة، واسمك موجود معنا. وبعدين إذا الخالة كارونا بتعرف إنه شغلنا تراجع بسبب مرضها لإلها أو يمكن انكسر رح تزعل كتير. شوفي، أنا رح أستنى جواب منك. مهيك منيحك. امشي فيكي. رح أحكي مع موهيد وبتمنى أنه يقتنع. طيب ماشي يا ابني، مو نحنا وقفنا بوش طموحاتك كل هالسنين؟ خلص هيك نحنا. بالأصل أنت ومهك كتير عنيدين وعم بتساووا شو ما بدكن على راحتكن. بتعرف بابا؟ بتعرف شو هو أكتر شي بيهرني منك؟ إنه أنتو كلكن ما بتوثقوا فيني أبدا، وأنا بعرف إنه لو مهك ما قبلت تشارك معي بهي المسابقة كنتوا أكيد ما رح توافقوا أبدا إني شارك فيها لهالمسابقة. أنا عندي إحساس إنه هالولد تغير بهالفترة. من إيمتى عنده هالأفكار هاي؟ ونحنا معقول نكون أزيناه يا كانتا؟ رح يصير أب عن قريب، وصار عم يحس بالمسؤولية، ولهالسبب لا تزعل منه. طول بالك علي. يا شباب، نحنا لازم نحط خطة منشان هاي المسابقة، ماشي؟ ماشي. رح أشرح لكم. أهم شي بالبداية إنه نحاول ننجح بهي الجولة وبهي. بهي الحالة بيصير فينا نكون بهذا المركز. فيكي لو سمحت جيب لي أرشيف المسابقة تبع السنة الماضية. إيه ماشي. درسه كتير منيح بكل جولة فيه وكل خطة بتأن، لأنه لازم نفوز بهي المسابقة لو شو ما صار. روح. ألو؟ مثل ما أنتم شايفين هون أستاذ وايت تشيلز مطعم مهيك شارما، بس ليش؟ بدها تشارك لغير مطعم؟ أستاذ ما تقلق، أنت بس جهز حالك للتغيير. وقت رح نفوز أرباح وايت تشيلز رح تتضاعف. ما فيكي تعملي هيك يا أختي، انتي وعدتيني انك رح تشاركي معي بهي المسابقة، شو نسيتي؟ ما عم صدق كيف هيك بتخلفي بوعدك معي. انا اسفة موهيت، بس على القليل اسمعني شوي اخي. شو بدك تقولي يا اختي؟ شو بدك تقولي؟ انا واجهت الكل واقنعتهم انك رح تشاركي معي بالمسابقة، لانه اهلي بيوثقوا فيكي اكتر ما يوثقوا فيني. وهلأ انتي جاية تتراجعي. موهيت ليش؟ أنا... ليش قررتي هذا القرار؟ بس مشان ما تزعلي زوجك وتحافظي على مشاعره؟ موهيت لهون وبيكفي. أمي ليش ما بتفهميها إلا بدل ما تهجمي وتعيطي علي أنا؟ بتمنى تكوني مبسوطة هلأ، هاي أنتي ما رح تشاركي بالمسابقة وراحت علي. كفي يا موهيت. إذا أنت بتقلل أدب مع أمك بعد هلأ وقتها أنا رح أعاقبك قدامهم، حتى ما عاد تحكي مع أمك بهالطريقة. مفهوم؟ إيه إيه. شو بابا؟ هذا الشيء الوحيد اللي بتعرفه؟
اسمعوا، أنا بدي أقلكم شغلة واحدة بس، إني رح شارك بهالمسابقة لو شو ما صار. شو عم يصير هون؟ ليش عم تتقتلوا؟